أود أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وللعائلة الكريمة وللشعب السعودي الوفي. هذه المناسبة التاريخية التي تعكس الانطلاقة الحقيقية لقيام الدولة السعودية الأولى، وبالتالي نحن امتداد لهذه المرحلة وهي الدولة السعودية الثالثة والتي نعيش فيها اليوم، والمملكة العربية السعودية حينما وحدها الملك عبد العزيز ورجاله رحمهم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بأسمعيات التهاني والتبركات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وهي يوم التأسيس. نحتفل هذا اليوم وبهذه المناسبة لتأسيس هذه الدولة المباركة على يد الإمام محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى عام 1139 هجرية.